أحسن الله إليكم. السائل من سوريا قمز الاسم بألف ألف ألف، يقول: إذا كان الشخص يتعامل بالربا، هل يجوز أن نخالطه وأن نأكل من تقديمه للطعام لنا؟ عليكم بمناصحته وتذكيره بالله عز وجل والإتيان بالآيات والأحاديث التي فيها تحريم الربا وكلام أهل العلم، لعله أن يتوب إلى الله عز وجل. وأما أكل طعامه فهذا إن كان ليس عنده إلا الربا فإنه لا يجوز الأكل من طعامه لأنه حرام. أما إذا كان عنده أموال مختلطة من الحلال والحرام فلا مانع من الأكل من طعامه لأنه لا يتعين أنه من الربا. نعم.